ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة تتبيلة مميزة جدا جدا للسمك، ان شاء الله تعجبكم. وهعمل معاكم كمان رز السمك الصيادية بمكون واحد فقط. انا معايا نص كيلو من الجمبري، نقعته في معلقة صغيرة من الخل ومعلقة ملح ولمونة، وسبتهم كده حوالي ربع ساعة. والبصل ده مش هحتاجه دلوقتي، الثلاث بصلات دول هعمل بيهم الرز. تمام، اول حاجة هبتدي احضر لتتبيلة السمك. دي راس توم كاملة، وهحط قرن فلفل حامي، وهحط قرنين فلفل رومي. وانا قصدي ان انا اعمل التتبيلة بزيادة، لان انا هاخد منها في حاجات تانية، فانتي لما تيجي تعملي يعني كتري التتبيلة. تمام، وطبعا التوابل بتاعتي عبارة عن كمون. السمك يا جماعة بيحب الكمون بطريقة فظيعة، الكمون ده جميل جدا جدا وبيشيل اي زفارة كمان. فانا هحط معلقه ونص كمون ومعلقه ملح، ولو عايزه تضيفي شطه حطي. طبعا الجمبري بتاعي انا غسلته وسبته في مصفى يتصفى من اي ميه موجوده فيه. الخطوه دي مهمه جدا، انا مش عايزه سوائل خالص تبقى موجوده. تمام كده، وبعد كده هرجعه في البوله بتاعتي عادي. ودي وهوريكم الخلطه اللي انا عملتها، دي شكل الخلطه بتاعتي. هاخد منها حوالي معلقة واحدة بس. التتبيلة دي مميزة جدا وطعمها حلو قوي قوي قوي، ودي كمان تنفع لأي نوع سمك، مش الجمبري بس، أي نوع سمك تحبيه. تمام، ليه أنا دبلت السمك الأول؟ لأنها لازم تشرب من التتبيلة أقل حاجة ساعة. فأنا عملت التتبيلة الأول بتاعت السمك، وبعد كده هروح أعمل الرز بتاعي. خلاص كده أنا حطيت معلقة واحدة من الخلطة اللي أنا عملتها، وبعدين هقلب المكونات دي كلها، وآخر حاجة هجيب ليمونة وأعصرها عليها. الليمونة طبعا بتشيل برضو ريحة الزفارة وبتطلع السمك ناشف معايا، وهوريكم طريقة حلوة برضو دي زي بتاع المطاعم بالظبط، ان شاء الله بإذن الله يعجبكم. خلاص كده انا هسيبه زي ما قلت لكم. شايفين يعني منظره عامل ازاي؟ نص ساعه على ما اخلص الرز، عشان لازم ياخد التتبيله دي. حلو جدا، ويشرب التتبيله دي، وفلفل رومي وواحد سبايسي. ولو انت لو عندك ولاد شيلي الفلفل السبايسي ده خالص. هنروح بقى نعمل الرز. ثلاث بصلات بالشكل ده هقطعهم، نبتدي بقى وهضربهم في الكبده بتاعتي، بس مش هنعمل، انا هضربهم خشن شويه بس مش هنفرمه ناعم قوي. هوريكم هوريكم ازاي شكلها دلوقتي. خلاص كده، ده كده شكل البصل اهو. شايفين انا مش منعمه خالص. هسخن الحلة بتاعتي، الخطوة دي مهمة جدا، لازم الحلة تبقى سخنة. وهحط زيت، شوية زيت، مش هكتر الزيت. وبعدين هنزل بالبصل. تمام، هبتدي بقى اشوح في البصل. ده المكون الرئيسي اللي بيخلي لون الرز زي ما انتوا غامق، زي ما انتوا ما بتشوفوه في المطاعم. انا ما بعملوش باي مكون، هو مكون واحد زي ما قلت لكم، البصل. البصل العامل الرئيسي انه في لون الرز. هوريكم الدرجه بتاعه البصل، هي دي بالظبط درجه البصل اللي انا عايزاها، ما تزوديش عنها. شايفين الدرجه دي؟ تمام كده. هكون بقى جايبه كوبايه ونص من الرز المصري، واكون غسلاها وسايباها تتصفى، واحطها مع البصله تشويحه كده، اشوحها لمده دقيقتين ثلاثه. وهجيب معلقه من الخلطه بتاعتي اللي احنا عاملينها تتبيله السمك، هحطها معاهم. لو انت عايزه تضيفي جمبري في الوقت ده برضو ضيفي عادي. وهحط معلقه كبيره كمون، وهتظبطي الملح بتاعك، وهتظبطي الميه بتاعتك. طبعا كميه الرز قد كميه الميه بالظبط، كلنا طبعا عارفينها. دي اسهل طريقه للرز، وصدقوني يا جماعه طعمه جميل جدا جدا. طبعا بقى هقلب، واول خمس دقايق على نار عالية، وبعد كده ههدي النار عليه تماما لغاية ما يتشرب بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هروح بقى اعمل الجمبري بتاعي. انا جبت دقيق وحطيت فيه كمون وشوية شطة وملح ومية، يعني عملت الدقيق ده زودته مية. وهجيب الجمبري بتاعي وهحطه جوه الخلطة دي، وبعدين هقليه عادي. ده يا جماعة منظر الرز بعد ما استوى،
شايفين شكله عامل ازاي. وانا قليت الجمبري وعملت جنبها طماطم مخللة، شايفين شكلها حلو ازاي. اتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم. وده طبعا الجمبري بتاعنا المنفوس زي بتاع المحلات بالظبط.